أخبار اليوم. اخترنا اسم ريلي وشريان، يعني اخترنا فكرة انه يكون في اسم، يعني كنا بندور على اسمين بنتين يبقوا في اذهان الناس ممكن يبقوا مرتبطين ببعض بشكل ما، وفي نفس الوقت الاسمين ليلي وشريان مرتبطين معانا جدا برمضان. فالحمد لله الفكره اول ما طلعت يعني عجبت استاذ اياب وهشام واستاذ جندي وكل الناس يعني القائمين على وبالنسبه لان حد فيهم زعلان، انا ما سمعتش خالص ان حد فيهم زعلان، بالعكس انا سامعه ان هم مبسوطين الحمد لله ومبسوطين يتفرجوا على المسلسل، وانا ببعت لهم تحيه كبيره جدا وبقول لهم انه يا ريت ان شاء الله هم نشوفهم تاني في اعمال سواء فوازير او اعمال مسلسلات او افلام، لانه حقيقي لما الناس كمان نزلنا التيزر كان في نيلي وشريان والناس افتكرت ان نيلي وشريان راجعين تاني اتبسطوا جدا، فدي حاجه مخلياني مبسوطه ويمكن يبقى حظنا حلو ان احنا واخدين الاسم ده وان شاء الله الناس تحب المسلسل. قصدك نيلي وشريان هم برجل وبرجل وما لهمش علاقه ببعض، هو مفيش منافسه. لا هي اساسا هي بقت لغايه مش بينزل عاده في رمضان، فهو السنه دي بالصدفه ان هو في رمضان، لكن انا متوقعه له نجاح جدا لان المسلسل ده مكتوب كمان عن الاثنين، هي بقت لغايه كمان هينجح لان هو مسلسل حلو جدا مكتوب حلو، فهو ان شاء الله هينجح. نيلي وشريان ان شاء الله باذن الله يا رب يعجب الناس، وانا مش من الناس اللي بتحط نفسها في منافسه مع حد خالص. يعني المتعه وانا واقف على الخشب وانا بمثل على المسرح دي متعتي، يعني فيها متعه كبيره، لكن اتفرج على السينما والتلفزيون بس. التلفزيون مش من الناس بسرعه، المسرح ما بتعرف التلفزيون يعني مش عارف. طبعا انا عايز اقول لك ان يعني انا يمكن بنتج من سنه 2001، في احنا اول شركه انتجت دراما، كان اللي اتعرف علينا الدراما بمنتجع قطاع الانتاج ومنتج انتاج فقط، احنا اول ناس انتاج مسلسلات، كان من اكثر الناس احتراما في التعامل هم المجموعتين بين الحقيقه، يعني حاجه قمه الاخلاق وقمه الاحترافيه والمهنيه في التعامل في كل شيء. الاجر ده عامه يعني المساله بتتحدد طبعا طبقا للمعايير بتاع الشكوك، لكن هم نجوم كبار جدا، واعتقد ان ام الدنيا هيبقوا من ايقونات رمضان